من مصلحتها بقاء الوضع على ما هو، هو استفادته في انه المنظومه تستمر كما هي. حضرتك جبت لي سيره التعليم، انا عشان اعمل قناه للناس بدل الدروس الخصوصيه اللي عملوها مدرستنا، الراجل وزير التربيه التعليم عمل مدرستنا يوصل الاحسن احسن اساتذه في كل ماده لغايه الطفل، لغايه الطالب في بيته، يشرح له الملخصات ويشرح له كل حاجه وما اعرفش ايه، ووفر بفكره بدل ما كان يصرف الملايين دي كلها على طبع كتب ومش عارف ايه، مع انها بتطبع برضه وبتتعمل كلها. وانما الراجل فكر، فكر ازاي يساعد الطلبه، لان هو عنده عيال راحل، يعني انا عندي اولاد واطفال وطلبه، فكر فيهم يا اخي. طب انت فكر في الناس اللي في المعشوقه. طب انت عندك فكره او حد فكر او سمعت حد طرح ايه التصور للموسم اللي جاي؟ يعني كل النهارده بيتكلم على الموسم. قلت لك عليه عايزين يخلوه وان راوند، والعشرة اللي فوق يصفوا مع بعض، والتانيين اللي تحتين يشوفوا مين هينزل منهم، والموضوع ده يخلص في شهرين. وكده يبقى نظم الحكايه، انتظمت خلاص، كل المشاكل اللي فاتت دي اتحلت. ليه؟ عشان الناس اللي خلصت الدوريات دي كلها واللي قاعد في اليونان واللي قاعد في البتاع ولسه ما رجعوش، واحنا لسه بنلعب، الناس كلها قاعده تاخد اجازات ودخلوا على بطولات تانية بتاعت اوروبا والحاجات دي كلها، فهمتني؟ فاحنا انا هقولها لك بالبلدي كده، اللي قاعد وفاكر وشايف نفسه هيمشي قال لك اللي يجي يبقى يحل، ده الاخر من يعني الآخر. احنا هنستنى اللي هيجي، الملفات اللي فيها ضرب الكوسات والحاجات دي وما اعرفش ايه مين مسؤول عنها. صحيح، وانا بيني وبينك انا هوجع دماغي ليه؟ انا مش مسؤول عن الملف ده ازاي؟ انا مش مسؤول عن الملف ده؟ طب انا مالي؟ وريني هتحل ازاي؟ طب يا عم انت اديتني المركب وقلت لي يلا. هل تخيلك انه لو الرابطه هي المسؤوله عن كل ما يتعلق بتنظيم البطوله، من تنظيم جدول مسابقه، من حكام، من ملاعب، ما يواكب الدوري المصري من حكام ولعبه وكل حاجه، تروح في حته واحده، يا تروح اتحاد الكره زي ما كانت، يا تروح للرابطه الانديه. انت خلقت الرابطه وبقى غصب عنك لازم تبقى الرابطه موجوده، مش كده؟ مظبوط. وانت خدت الراجل كويس وبتثق فيه وبيعرف يتكلم ويقدر، عنده لغه يتكلم مع هنا ويتكلم مع هنا ويتكلم اوكي يلا جو اهيد، اديله كل حاجه واديله الصلاحيه، ما تخلوش يفكر حتى هو يروح هناك الناحيه الثانيه، يروح على الكرسي بتاع كاس العالم. كاس العالم كرسي كاس العالم ده قصه ثانيه خالص في المنتخبات والشكل ده وما اعرفش، مع انك انت برضو وانت في الرابطه هتروح كاس العالم، مش هتروح وليك مكانتك وليك كل حاجه، بس دير هنا، اسمحوا له بقى يدير ازاي، افصل القوات واديله كل الحقوق في التصرفات، وبعدين جيت على حاسبه، لان في حاله زي اللي حصلت النهارده دي هو المسؤول عنها. السيناريو اللي جاي ايه بالنسبه لك؟ يعني تصادمي اكتر، لان واضح انه الكل بقى بيصعد، يعني مشكله ازمه حكام تصعيد، مشكله ازمه اخفاء جواب اتحاد افريقيا، انت قدامك 48 ساعه هتقابل مشكله ثانيه. ايوه، هنكمل نلعب ولا احنا مكملين الاعتصام؟ دي مشكله ثانيه يعني. ايوه، هو ده سؤال، هل تتوقع انه يبقى في توالي للازمات، تصعيد لمستوى الخلافات؟ تنشيف راس بقى او مبدا، انا واخد قرار بمبدا ان انا عندي مش مبسوط من اللي حصل ده، او انا في غفله وافقت ازاي على، مع ان اللي مضرور كان مين والمضغوط كان مين؟ اللي هم عايزين ياخدوا منه شفت كل، مفيش غيرك بقى ولا ايه؟ انت اللي هتاخد كل سنه. بس ده حصل قبل كده، والمؤجلات كانت في مصلحه النادي، في ضد النادي الاهلي، وخسرنا. اعتقد ان اللقبين اللي خسرهم موسيماني كانوا طلعوا ناس، طلعوا ناس من ناحيه ثانيه قالوا من الناس اللي هي حبايبنا اللي في المنافس، وقال لك اكبر ناس ما مضغوطه واكتر ناس اتظلمت واكتر ناس بتقابل كل الضغوطات دي النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده كان هو الوحيد اللي لازم يعترض وهو اللي يطلع يقوم لا ده ما حصلش، عايز يقرب شويه وجهات النظر من وجهات النظر بتاعته كمان، ان اللي موجود ده مش مظبوط. بس يا عم انت خلاص، انت جات لك لسته كده، انت هتلعب يوم كذا ويوم كذا وهتلعب يوم كذا، ايه اللي غير الحكايه كلها يعني؟ يا رب الدنيا ترجع نتمنى بسرعه يعني، نتمنى. والدنيا انت لو شفت النهارده ان انت كان ليك
رؤيه او راي في موضوع مباراه القمه ما تبقاش غير لغايه هنا بس. ايوه يعني انا كلنا بنحب نادي الزمالك ونحب طبعا طبعا كلنا بنحترمه دي رياضه في الاخر يا كابتن شريف، كنا عندهم قريب و... أيوة أيوة. وناس محترمين جدا واصحابنا كلهم و... فاحنا بنتمنى لهم الخير لجماهيرهم كمان يعني. أيوة. يعني مش عايزين حكايه، انت بتسالني سؤال لذيذ، انا مش عايز حاجات زياده عشان جماهير نادي الزمالك. انت عارف والله يا كابتن شريف، بعيدا عن الكوره والمنافسه والله يعني للاسف انا بحس انه السوشيال ميديا ومش اغلبها يعني، انا عارف انه في كتايب وفي لجان، في ناس مشغله لجان بتلاقي القصه والحكايه والتوجه ونص متوزع، لكن بحس انها شويه يعني. انا زي ما انت كنت بتقول في من شويه ماتش اهلي وزمالك عيد، انا بيتهيألي انه يوم عارف زي ما بتلم في اول يوم في رمضان، بتلم في اول يوم في العيد، بنتلم في هو ذاك العيد يوم